مشاهدينا الكرام، تحية طيبة مع الموعد الأسبوعي أوراق اقتصادية الذي نلقي فيه الضوء على أهم القضايا التي شغلت مجتمع الاقتصاد والأعمال المصري والعربي والعالمي الأسبوع المنصرم، والذي جاء في مقدمتها: المالية تعلن اكتمال إعداد قانون ضريبة القيمة المضافة وتحدد 52 سلعة وخدمة مستثناة من الضريبة. الاتحاد العالمي للصلب يكشف عن انخفاض الانتاج العالمي من الصلب الخام في ابريل الماضي بنسبة 0.5%. وفي ملفنا هذا الأسبوع نلقي الضوء على تأثيرات قرار رفع أسعار الدواء بين تلبية احتياجات المواطنين وإنقاذ صناعة الدواء. مشاهدينا، نبدأ من القاهرة، حيث أعلنت وزارة المالية اكتمال إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالي. وانتهت الوزارة من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة، وتشمل 32 مجموعة سلعية منها ألبان الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام والشاي والسكر ومنتجات المطاحن والحيوانات والأسماك والطيور، وذلك بالإضافة إلى 20 مجموعة خدمية منها العمليات المصرفية وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي. وما زالت عمليات إعادة الهيكلة والتطوير تخطو حثيثا في شركات قطاع الأعمال، حيث أعلن وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي عن خطة الوزارة لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف النهوض بها في غضون عامين وإعادتها للدور المنوط بها. تعتمد الخطة على 7 محاور أساسية هي هيكلة محافظ الاستثمارات الخاصة بالشركات القابضة، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة في الشركات القابضة والتابعة لها مع الاعتماد على الهيكلة الفنية والتكنولوجية للشركات، بينما المحور الخامس هو تطوير نظم الإفصاح والحوكمة عن طريق إلزام الشركات التابعة بتقديم بيانات شهرية دقيقة عن أنشطتها. وفرضت الخطة على الشركات حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، وذلك في تناغم مع إجراء التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة. للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. دكتور، بعد التحية، كيف تقرأ المحاور التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام لخطة تطوير شركات القطاع؟ يعني من يقرأ ما تقدم به معالي وزير قطاع الأعمال، أن هناك نوع من الدراسة تم لمشاكل هذا القطاع، وقد تم بالتحديد المشاكل التي تعاني من هذه الشركات. وأعتقد أن الرجل وضع إلى حد ما جدول زمني خلال عامين للنهوض أو لإعادة تعويم هذه الشركات. نعم. طيب، إذن دكتور عبد النبي، إلى أي مدى نجد أو ربما تتحقق أو تنجح وزارة قطاع الأعمال في يعني تنفيذ المحاور التي أعلن عن البدء في العمل عليها؟ يعني أنا في اعتقادي أن المسألة صعبة، بل قد تكون صعبة جدا. يعني حتى الآن لا توجد للحكومة رؤية حقيقية بالهدف من إعادة هيكلة هذه الشركات. هل هي تحاول أن تعوم هذه الشركات لكي يعني تعيد من جديد عملية الخاصة؟ وكما تعلم دائما لا يقبل المستثمر على شركة خاسرة، بل يقبل على شركة لحد ما مربحة. فهل يا ترى هذه العملية تأتي في إطار الخصخصة من جديد؟ هذا الصمت. ربما على الجانب الآخر هي محاولة لأن يكون هنالك للدولة دور ريادي في عملية التنمية، وأن تعود بعض الشركات المملوكة للدولة في توفير مجموعة من الخدمات بشكل جيد للمواطنين أو لفئة معينة من المواطنين. للأسف الشديد أنا شخصيا لا توجد عندي معلومات مؤكدة هل الهدف منها الخصخصة أم إعادتها إلى العملية الإنتاجية في الاقتصاد المصري، على الأقل يعني بعد المشاكل التي يعاني منها سواء الاقتصاد أو حتى المواطن المصري.
لكن اعاده الهيكله قد تؤدي الى الخصخصه من جديد، وقد تؤدي الى رفع كفاءه هذه الشركات في تحقيق التنميه وزياده الانتاج للاقتصاد المصري. تمام. الخطة المعلن عنها والمكونة من 7 محاور أساسية من ضمنها إعادة استخدام الأصول غير المستغلة. عندما يعني نسمع أو نقرأ عن إعادة استخدام الأصول الغير المستغلة ربما أو يترادف لها في أذن ربما من يتلقى هذه المعلومة أنه إعادة يعني طرحها أو عملية بيع لهذه الأصول الغير مستغلة، هل تعتقد أن إعادة الاستغلال هو مرادف لعملية بيع الأصول غير المستغلة، أم أن هناك أشكال أخرى من الاستغلال ربما يعني ينوي الوزير عملها أو اتخاذها؟ يعني كلا الأمرين وارد، لكن يعني أنت تتحدث عن أصول بالمليارات لهذه الشركات، ربما أنك تتحدث عن الأراضي. يعني إذا تكلمنا عن أن هنالك بعض الآلات وبعض التكنولوجيا هي قديمة ولا تصلح للزمن الحالي، لكن على الأقل الموقع الجغرافي لبعض الشركات، وأذكر منها مثلا على سبيل المثال شركة مثل شركة الأدوية لها مساحات شاسعة على النيل، واعتقد انها تقدر بالمليارات. ربما ان المساله قد لا يكون معناها البيع، لكن يعني حسن استخدام هذه الاصول. يعني قد تستطيع احدى الشركات ان تزيد من نشاطها، يعني لا يقتصر نشاطها على الادويه مثلا سبيل المثال، لكن ربما انها تدخل في مجالات اخرى، ويكون استغلال هذه الاراضي هو احد انواع تنويع مصادرها. لكن وارد، يعني ما دامت الخطه العامه للاقتصاد غير واضحه، اذا كنا نتحدث عن دور قوي للدوله او انك تتحدث عن خصخصه، ما دامت هذه النقطه ليست واضحه بشفافيه فكلا الامرين وارد. لكن يعني في المقابل هذه الخطه وهذه الدراسه التي تمت بسرعه هي من المؤكد يعني شيء جيد ونثني عليه، واتمنى ان يعني تكون هذه العقليه وهذه الدراسه موجوده لكافه مناحي الخلل في الاقتصاد المصري، ثم يعني ببعض الشفافيه وببعض الصراحه نستطيع ان نحكم على هذه الخطوات، او حتى على الاقل يكون لدى كل المستثمرين بيانات ومعلومات عن خطط وتقدم الاقتصاد المصري في المرحله القادمه. شكرا لك الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. أعلنت شركة BWC المختصة بشؤون الاقتصاد أن القاهرة تصدرت قائمتها لأكثر العواصم الإفريقية تأثيراً على النشاط الاقتصادي العالمي، وجاءت تونس في المرتبة الثانية ثم جوهانسبرغ لأفضل عواصم القارة الإفريقية. وركز القائمون على هذه الدراسة على أنشط 20 عاصمة على مستوى القارة من خلال دراسة 29 معياراً تندرج تحت 4 فئات هي البنية التحتية ورأس المال البشري والاقتصاد والنمو السكاني. كشف الاتحاد العالمي للصلب عن انخفاض إنتاج الصلب الخام بنسبة 0.5% إلى 135 مليون طن في إبريل مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. يأتي هذا بينما ارتفع إنتاج الصلب الخام في الصين، وهي أكبر منتج ومستهلك للمعدن في العالم، ارتفع إلى 69 مليون و400 ألف طن بزيادة قدرها 0.5% في إبريل من عام 2015. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نقلب أوراقنا الأسبوعية الاقتصادية، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا منتصف الأسبوع الماضي بإقرار زيادة في أسعار الأدوية التي لا تتجاوز أسعارها 30 جنيها. القرار أثار ردود أفعال مرحبة تؤكد على أنها ستنقذ الشركات، خاصة شركات قطاع الأعمال العام، من الإفلاس، وبين ردود حذرة من أن يلقي القرار بأعباء جديدة على كاهل المواطن، في حين أكدت الحكومة أن القرار سوف يعمل على إتاحة الأدوية التي كانت قد اختفت من الأسواق. التقرير التالي يلقي الضوء على أبعاد القرار.
جاء قرار مجلس الوزراء برفع أسعار بعض أصناف الدواء محاولة لعلاج بعض تشوهات الأسعار التي غلت قدرة الشركات وخصوصا الحكومية على توفير بعض أصناف الأدوية رخيصة الثمن في وقت قفزت فيه أسعار الدولار وتراجعت فيه القدرة على تلبية احتياجات المصانع من المادة الخام للدواء. الحكومة أكدت أن القرار لا يطال بالأساس سوى الأدوية التي تقل أسعارها عن 30 جنيها ولا يتجاوز الارتفاع 6 جنيهات، مشيرة إلى أن هذا القرار سيساعد على توافرها بالأسواق وإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام من الإفلاس. ويفرض القرار على الشركات سرعة تنفيذ الشق الخاص بمنظومة تتبع الدواء الباركود.